ما كانت قد عمل ديالنا ونطالب اتحاد المغربي للشغل من أجل في إطار الدخول الاجتماعي. تم اليوم مع عقد جولة حوار مع السيد رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، وبالطبع هذه الجولة فهي تتمة لجولة الحوار الاجتماعي ديال فاتح ماي. ففي البداية تم التقييم ديال القرارات اللي كنا اتفقنا عليها في الجولة الأخيرة، ما تمت المصادقة عليه، ما تم التنزيل دياله، وما هو في طور التحضير. وقد سجلنا أن الحكومة التزمت بما كنا قد اتفقنا عليه، وبالطبع سجلنا، وهذا يبشر بأن الجولات المقبلة ستكون جيدة. سجلنا اليوم نقطة نعتبرها في الاتحاد المغربي للشغل من الأهمية بمكان، وهو المصادقة من طرف السيد رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الزيادة ديال 5% في معاشات التقاعد لهذه الفئة التي لم تستفيد من أي زيادة منذ 18 سنة خلت. فهذه الزيادة غتهم 600,000 ديال المتقاعدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واللي كما قلت كانوا محرومين من كل زيادات. فاليوم مع السيد رئيس الحكومة تمت المصادقة على هذا القرار مع الوفد ديال الاتحاد المغربي للشغل. وكنبغي بالمناسبة باش نهني الأخوات والإخوان ديالنا المتقاعدين من القطاع الخاص على هذا المكسب. وبالطبع 5% فهي غير كافية، ولكن سنبقى نناضل من أجل أن يكون معاش مريح. كذلك طرقنا لواحد المجموعة ديال النقاط، منها الزيادات في الأجور لكل الفئات. فإذا كانت الزيادة شملت الحد الأدنى للأجر، فباقي الأجور يجب أن يشملها كذلك زيادات من خلال مفاوضات قطاعية، وهذا ما اتفقنا مع السيد رئيس الحكومة في هذا الباب. كذلك تم التطرق إلى مطلب يعتبره الاتحاد المغربي للشغل في طليعة المطالب ديالنا، وهو التخفيض الضريبي عن الأجور. كما هو معلوم الأجراء في القطاع الخاص أو القطاع العام يؤدون الضريبة ديالهم على الأجور بصفة منتظمة وبدون تهرب جبائي، وبنسبة عالية تصل إلى 38% من الأجر ديالهم، وبالطبع هذا حيف ضريبي تجاه الأجراء. ففي الأسبوع المقبل إن شاء الله غادي تكون جلسة مع الوزراء ديال المالية ديال الميزانية وديال الاقتصاد، من أجل باش يقدموا لنا السيناريوهات اللي غادي يقترحوها. ونحن نعتبر أن تقليص الضريبة بالطبع تحسن الدخل. تم التطرق كذلك إلى مجموعة ديال الملفات، منها مرة أخرى إصلاح أنظمة التقاعد. فالاتحاد المغربي للشغل والوفد ذكر بالموقف الثابت ديالنا، لا يجب أن يكون الإصلاح على حساب الأجراء. كذلك تم التطرق إلى القانون التنظيمي للإضراب. فمدام هذا القانون التنظيمي هو في الدستور للبلاد ديالنا، فنحن مستعدون لنقاش هذا القانون التنظيمي، لكن ليس ذلك المشروع ديال القانون التنظيمي الذي كانت الحكومتين السابقتين قد أعدتهما في سريات وبطريقة انفرادية، وتضرب الحريات النقابية وحقوق الإنسان.
فالقانون التنظيمي يجب أن يحمي ذلكم الحق المقدس وهو حق الإضراب، وكذلك يحمي المقاولة. وفي هذا الباب تم الاتفاق على التراضي والتوافق من أجل إخراج مسودة تراعي مصلحة الأجراء والحركة النقابية والمقاولة. كذلك تطرقنا إلى الحوارات القطاعية، فإذا كان الحوار الوطني مع رئيس الحكومة والوزراء يعني وصل لواحد المستوى جد مهم، فسجلنا وأخبرنا السيد رئيس الحكومة أن مجموعة ديال الوزارات والمؤسسات العمومية لم تفتح حوارات قطاعية، وبالتالي وجب على الحكومة أن تدفع بهذه الحوارات القطاعية من أجل المفاوضات وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأجراء ديال هذا القطاع. فلمسنا لدى الحكومة استعداد من أجل حوار جدي، حوار من أجل النهوض بعالم الشغل وأوضاع الطبقة العاملة المغربية. فالاتحاد المغربي للشغل سيبقى وفي لمواقفه لتعهداته من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة المغربية بكل صدق وأمانة، والسلام عليكم. اتفقنا كذلك مع السيد رئيس الحكومة أن هذه الزيادة في معاشات التقاعد للقطاع الخاص ديال 5%، وهنا كان خلاف بيننا وبين الحكومة، ولكن اليوم تم التصفية ديالو. هذه الزيادة ستكون بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020. هذا يعني أن المتقاعدين أو المتقاعدات غادي يحصلوا على مستحقات مادية بأثر رجعي كما قلت ديال فاتح يناير 2020، وهذا بالطبع الهدف ديالنا، وهو هذه الفئة اللي كانت محرومة تحصل على مستحقات مادية لمواجهة تكاليف الحياة في هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.